هذا وشيع المئات من أبناء محافظة الجوف جثمان الشهيد حمد محمد الجميدر نجل أركان اللواء 101 و2 من زملائه الذين استشهدوا في جبهة السلام. وقال والد الشهيد العقيد محمد الجميدر أن الجيش الوطني مستمر في بذل التضحيات دفاعا عن الدين والوطن وفي سبيل استعادة الشرعية من الانقلابيين الحوثيين. وأكد الجميدر على عزم قوات الجيش الوطني تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا مهما كلف ذلك من تضحيات. نحن في هذا المواجهة مع العدو الخبيث، مع العدو الكهنوتي، العدو المتغطرس، العدو القديم والجديد، هو العدو القديم والجديد، فنحن صامدين بإذن الله تعالى وسنزيله ونجليه عن أرضنا بإذن الله تعالى. ونحن قادمون لعاصمتنا صنعاء وقادمون كل المحافظات بإذن الله تعالى مهما كان كلفنا التضحيات، ولا يثنينا أن نحن نضحي كل يوم بأولادنا وبأفرادنا من الجيش الوطني ومن كل أحبائنا، بل يزيدنا إصرار وعزيمة. فوالله أن اليوم هذا نحن عندنا عزيمة أكثر من الأمس، واليوم إن شاء الله الشباب في المصروف وفي كل مكان سيكون عندهم حماس أكثر وأكثر من ما كانوا من قبل.